الإرهاب الإلكتروني يستطيع تعطيل المحطات النووية. الإرهاب الإلكتروني والأمن السيبراني بالمقابل بقى من المصطلحات الرئيسية في العلاقات الدولية الآن. كتير جدا من الكلام في السياسة الدولية المعاصرة بيتكلم عن الإرهاب الإلكتروني أو عن الأمن السيبراني، بمعنى العالم كله بقى عبر الإنترنت، والعالم كله عبر شبكات اتصالات، والعالم كله يمكن اختراقه، يمكن للعالم أن يخترق العالم، الدول تخترق الدول، والأفراد يخترقوا المؤسسات والهيئات. الأمن السيبراني ليه مجالات كتيرة جدا، وفي مؤتمرات وتدعيات كتيرة جدا في العالم حول الأمن السيبراني. مؤتمر عقد في روسيا مؤخرا، الرئيس بوتين قال إن روسيا تتعرض لهجمات أو حروب إلكترونية أو إرهاب إلكتروني أكتر في 2018 عما كان 2017. في معهد في أمريكا اسمه معهد هوفر الأمريكي بيتكلم عن إنه الأمن السيبراني سلاح استراتيجي، يعني الهجمات الإلكترونية زي الهجمات النووية، إن الهجمات الإلكترونية ممكن تدمر سيارات، قطارات، طائرات.